استطاعت الكليجي وبكل جدارة أن تتصدر أرث محافظة دير الزور، إذ لكل بلد ما يميزه من المأكولات التي يقدمها مواطنوها للزوار وفي المناسبات والأعياد. الكليجي أكلة شعبية من تراث دير الزور، كانت سابقا يعني بالبيوت يشتغلونها ستات البيوت ويقدمونها بالأعياد بالمناسبات، بأي مناسبة لازم يكون بكليجة ديرية. بعدين تطورت شوي شوي، تطورت صاروا يشتغلونها بالمحلات. مكونات الكليجة: السمنة، السكر، طحين، توابل الكليجة هي احنا نسميها بالدير الحوايج، حوايج الكليجة تتكون من زنجبيل، جوزة الطيب، قرنفل. توابل الكليجة كل محل له سر بيها، نكهة خاصة بيها، وينضاف لها حسب الرغبة حليب بودرة أو حليب عادي أو مي. طريقة تحضير الكليجة: الطحين أول شيء ينحط بالعجان أو على الإيد، إذا ينشغل على الإيد ينحط الطحين، بعدين السمنة، بعدين التوابل هي حوايج الكليجة تنحط، تنعجن كلياتها سوا إلا ما تتماسك وتأكل بعضها، بعدين ينحط فوقها الحليب والسكر، ينخلط مع بعض وينحط فوقها وتنعجن وتنمد على طاولة أو على رخامة أو بلاطة وتتقطع حسب الرغبة، تندهن بيض وتنحط بالفرن وتتقدم حارة أو باردة. تعد الكليجة إحدى الحلويات التي ما يزال أبناء المحافظة متمسكون بها، وهي تصنع في المناسبات وتعد الهدية المفضلة التي يأخذها الديريون معهم في زياراتهم إلى أقاربهم وأصدقائهم خارج المحافظة أو يقدمونها لزوارهم. للأخبارية السورية راهيم الظلي، دير الزور.